هذا الملتقى الذي ينظم لأول مرة في البلاد العربية والإفريقية يجسد بحق الاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا لمنظومة التدبير المندمج لليونسكو والمبنية على فلسفة جيومنتزهات اليونسكو العالمية. المملكة المغربية كتحتضن الملتقى العالمي العاشر لجيومنتزهات اليونسكو تحت الرعاية الملكية السامية سيدنا الله ينصرو. كما شاهدتوا الحفل الافتتاحي اللي كتشارك فيه أزيد من 1800 مشارك، أزيد من 1200 مشارك من 70 دولة عبر العالم. جميع المنتزهات العالمية ومشاريع المنتزهات عبر العالم تشارك اليوم في هذا الملتقى. 9 ورشات تفاعلية غادي تنظمها على مدار 3 أيام، واللي كتعرف أزيد من 500 مداخلة علمية من خبراء متخصصين مدبرين ديال المنتزهات اليونسكو. جميع الدول اللي كتحتضن المنتزهات اليونسكو اللي هي العدد ديالها 48 كتشارك اليوم في المعرض الدولي اللي كنظموه على شرف على هامش هذا الملتقى. الرواق ديال جيوبارك مكون غادي يمكن الزوار باش يكتشفوا جيوبارك مكون و22 جيو موقع سياحي معترف به من طرف منظمه اليونسكو باش يكتشفوا هذا الفضاء هذا. عندنا يومين ديال الزيارات الميدانيه في الفضاء ديال جيوبارك اللي غادي نظموها لفائده المشاركين في الملتقى. اعتقد ان الفضاء متميز، كيعبر على الحضاره المغربيه، على الثقافه المغربيه بالهندسه ديالو بالزخرفه ديالو، واللي خلات المشاركين من جميع الدول ديال العالم. عندنا وفود رسميه فيها عمداء مدن، فيها برلمانيين، فيها عمال او دي غوفرنور ديال دي ديبارتمون في البرازيل، في الاورغواي، في تشيلي، في ماليزيا، في اندونيسيا. عندنا وفد مهم من السفراء اللي كيحضر معنا، عندنا وفد حكومي اللي يعبر على الاهتمام اللي كتعطيه الحكومه المغربيه لهذه المنظومه ديال المنتزهات اليونسكو. وايضا لاول مره المديره العامه اليونسكو تنتدي بنائبتها الاولى لحضور الملتقى العالمي من هذا الحجم. اعتقد انه هذا كله شرف لجيوبارك مكون، شرف الازيلال، شرف الجهاد بن يمين الخنيفره انها تنظم ملتقى من هذا الحجم تحت الرعايه الملكيه سيدنا الله ينصره.